الوقت أعلنت البداية على بركة الله وتوفيقه. انطلق هذا الشوط أقوى الأشواط المفتوحة لسن الإجداع لسن الإبداع. بدأت المعركة وبدأت الشعارات القادمة من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. عبر الهواء نرحب بكم عبر قناة ياس الناقلة لكل الأحداث وقناة دبي ريسينج. مرحبا بالمشاركين بالمستمعين والمتابعين. ابدا مع الصدارة ابدا مع المقدمة. يا لهذا الصراع يا لهذا النزاع. البداية مع هملول يقود الصدارة في هذه اللحظات. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتحرك مع المركز الأول يتحرك بشعاره بذكرياته. يا خليفة على المركز الأول يقدم لنا هملول ويتابع هملول في عملية التضمير. أحمد بن محمد بن رامز الجحابي الذي يقدم العروض الكبيرة والقديرة برفقة شعار بن رشيد المركز الثاني. القدوم والوصول من شعار ممثل المدام يقدم لنا وضوح وضوح هذا الشعار مثل وضوح ابو محمد. يتحرك مع المركز الثاني في طريقه الى مقدمة الشوط. عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي يقدم وضوح في المعركة الغامضة حتى هذه اللحظة. المركز الثالث من القادمة من الواصلة الشايبة يا بن بلوش. الشايبة تتحرك مع المركز الثالث. من افتتح رموز هذا المهرجان مع الثامرية والثمرية يقدم لنا الشايبة في هذه اللحظات. ويتواجد ساري بن سيف بن ساري بن بلوش المزروعي. والله من الانجازات والتاريخ المشرف لهذا الشعار ولهذا البطل. يا ساري يا بن سيف يا بن بلوش. المركز الرابع القدوم والوصول من دهشة القادمة يقدمها ناصر بن سعيد بن راشد الساعدي. يقدم لنا دهشة المتسللة من مركز إلى مركز. المركز الخامس القادمة والواصلة في هذه اللحظات والمنضم الضبي ابراهيم بن مسلم بن مكتوم الجنيبي يقدم لنا الضبي. انطلقت في طريقها الى المركز الرابع. المركز الخامس القادمة خيال عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي. وحذاري من خيال وتحركات خيال. العودة الى مقدمة الشوط الى الصراع الى النزاع من اجل الرمز الغالي من اجل هذا الكاس. يا بن كليب عود جماهيره عود محبينه بو محمد على الانتصارات على الوضوح على التواجد. يقدم وضوح وضوح وضوح. عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي يقدم لنا وضوح. المركز ثاني هملولة هملولة هملولة. أهالي جميرة وشواطئ جميرة يتحركون مع تحركاتك. يا السويدي يا خليفة يا بن سلطان يا بن رشيد. ولكن خيال 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 في شوط الأبطال. وخيالي معك يا خيال. القادمة عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي اللي قادم اللي تسلل الى مقدمة الشوط. المركز الرابع
الظبي مع المركز الرابع يقدمها ابراهيم بن مسلم بن مكتوم الجنيبي. المركز الخامس ادهشة هي القادمة مع المركز الخامس يقدم لنا ادهشة في هذه اللحظات ناصر الراشدي. ناصر بن سعيد الراشدي من الواصلة؟ من المنضمة؟ من القادمة؟ مرحبا يا الفارعة، مرحبا يا الفارعة، مرحبا يا الفيلسوف، مرحبا يا مدرسة السيوف. يقدم الفارعة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، يتابعونها مجرمي السيوف مبدعي السيوف مبارك ومحمد. سر النجاح العودة إلى مقدمة الشوط، وأنا أرى شعار البريدي قادم، ولكن الغفيلي الغفيلي لا تغفلون عنه، لا تغفلون عنه. طار نحو الكاس، طار نحو الكاس مع خيال، حذرت من خيال وهي مع المركز الخامس، واقتحمت الكيلو الأخير الكيلو الخطير. خيال وهذا الواقع، خيال وهذه الحقيقة، خيال وهذا الغفيلي. اغفلوا عنه، والثمانمية متر الأخيرة، روح يا الغفيلي، روح بالسلام، روح بالفوز إلى السلطنة، إلى السلطنة، إلى منجم الوصايل، إلى منجم السبك، إلى ميدان الأبيض. يا الغفيلي من القادم؟ السيف البتار، السيف البتار قادم بومانع، يحرك شعاره، يحرك شعاره مع سخاء. مانع بن علي بن حماد الشامسي آخر الأمتار. يا الغفيلي، يا الغفيلي، علو 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 علو، ولا الغفيلي، الغفيلي وبن حماد، الغفيلي وبن حماد، ما بالخيال، خيال الغفيلي، خيال الغفيلي، خيال الغفيلي، وسخاء بن حماد. الغفيلي آخر الأمتار، السيف البتار قادم، بن حماد واصل، وخيال الغفيلي، خيال وسخاء، سخاء وخيال، خيال 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 خيال، إلى ميدان الأبيض، إلى ميدان الأبيض. أهل الأصايل، يا منجم السبك، تهانينا لمالك خيال على انتزاع الكاس. مشكور يا من قدم لنا خيال في هذا المساء الجميل. الغفيلي مالك خيال عبد الله بن سلطان، الغفيلي هو الفائز معنا في هذا المساء. المركز الثاني صخا، صخا أتت في الأمتار الأخيرة، مانع بن علي بن حماد الشامسي كان قاب قوسين وأدنى، لكن الغفيلي اغفلوا عنه، وهذه قدراته الجميلة والكبيرة. المركز الثالث، هنا التوقيت الزمني 7:27 بدون أجزاء من الثانية. خيال صاحبة الكاس عبد الله بن سلطان الغفيلي، تهانينا له على هذا الفوز، وسلاماتنا إلى أشقائنا في سلطنة عمان، إلى ميدان الأبيض في هذا المساء. 7:27:03 من الثانية، صخى لمانع بن علي بن حماد الشامسي بقيادة علي بن سعيد الزرعي، تهانينا له على هذا الفوز. المركز الثالث اللي وصلت مع المركز الثالث، توقيت الزمني لحظة الوصول 7:33:03 من الثانية، كان هذا الدخول الجماعي ما بين شعارين قديرين كبيرين. هنا شعار بن نصرة ولا بن عمان؟ نعم بن عمان وبن كليب، كان الدخول جماعي، أنا لا أفتي في مثل هذه الأمور، أهنيهم جميعا على هذا الفوز. المركز الثالث والمركز الرابع ما بين شعار عبد العزيز بن سيف بن كليب، والتوقيت 7:33:03 من الثانية، والعبور لخليفة بصغير بن راشد، بن راشد المهيري. نعم هذا الدخول الجماعي على المركز الثالث والرابع. المركز الخامس
هذا شعارك يا الصارم يا بن برقان يا بن مقارح والله اللي مرحبا يا محمد يا بن بخيت يقدم لنا شدة بسبع دقائق 34 و4 أجزاء من الثانية